هذه الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان كيف تتابع هذا الموضوع؟ بالتأكيد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتوثيقهم الإجراءات سنتحدث مع الأستاذ علاء نزال مدير مكتب الهيئة في الشمال ليوضح لنا طبيعة هذه الإجراءات وكيف بالفعل المطالبة بوقف كافة الإجراءات الأمنية بحق المعلمين وحل الأزمة ضمن الأطر الحكومية المدنية. يعني حتى بالأمس كما وصف من خلال صفحات التواصل الاجتماعي كان يوم أسود في فلسطين بصراحة نتيجة هذه الحواجز اللي منعت وصول معلمين المشاركة في اعتصام عادي طبيعي واعتيادي أمام مجلس الوزراء. الحديث ترك لصفحات التواصل الاجتماعي وللحديث الجانبي والكثير ممن شعروا بخيبة الأمل الحقيقية أو حتى بتأنيب الضمير لأنه ما حدث لم يكن اعتياديا على الإطلاق كما وصفه البعض من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. وأيضا هذا ساد الطين بلة بتصعيد الخطوات الاحتجاجية لهذا اليوم إضراب ويوم غد أيضا إضراب إذا لم يتم التوصل إلى حوار من أجل الخروج من الأزمة. في ظل إعطاء الوزارة ربما يعني المهلة الأخيرة من أجل الانتظام بالدوام والرجوع إلى المقاعد الدراسية، يعني ما بين دعوات الانتظام الدوام ودعوات لمواصلة الإضراب تبقى هنالك بعض التصرفات أو السلوكيات التي تناقشها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والتي تطالب من خلالها أن يتم حل الأزمة ضمن الأطر الحكومية المدنية. مباشرة سنذهب وإياكم مرة أخرى للحديث مع السيد علاء نزال مدير مكتب الهيئة في الشمال. يسعد صباحك سيد علاء. صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. حياك الله. يعني بداية سأبدأ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 بأنه لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة يعيش بها. السؤال في هذه المادة، هل هذا كان متاحا للتعبير عن جملة من الحقوق للمعلمين يوم أمس؟ الحقيقة أنه أمس يعني صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بيان للرأي العام حول هذا الموضوع، وتحدثت فيه الهيئة عن التوثيقات التي رصدتها لانتهاك حق التنقل المواطنين. وتحدثت الهيئة في هذا البيان عن وطالبت في هذا البيان بتوقف أجهزة الأمن عن المواطنين من التنقل وعن إعاقة التجمعات السلمية والتوقف عن استدعاء المعلمين، كما طالبت في هذا البيان التأكيد على ضرورة حل الأزمة بطرق الحوار وضمن طرق الحكومة والمستوى السياسي بعيدا عن تدخل أجهزة الأمن وبما يحفظ كرامة المعلم مكانته. كما طالبت من خلال هذا البيان أو أكدت على مطالب المعلمين العادلة، إلا أنها ترى ضرورة الإسراع في إيجاد حل الأزمة القائمة بما يضمن انتظام العملية التعليمية وعدم المساس بحق في التعليم. نعم، لكن سيد علاء يعني الحديث هذه المرة عن مطالبات أو حتى بالأحرى المواجهة هذه المرة ما بين الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان وما بين المنظومة الأمنية، كيف بالإمكان التعامل مع مثل هذه المعادلة في حين يعني هل تكتفي التحركات على مطالبات وبيانات فقط؟ لا، ما اقتصرتش على البيان الصادر، أيضا تدخلت الهيئة يوم أمس في رسالة عاجلة إلى الرئيس، إلى سيادة الرئيس. نعم. جاء في الرسالة أن هذه الأزمة تنعكس آثارها على المجتمع الفلسطيني ككل، لأن الاستمرار بها يعقد الأمور ويؤدي إلى عواقب وخيمة تصعب معالجتها لاحقا. كما طالب مجلس مفوضي الهيئة الرئيس إصدار تعليمات لوقف الإجراءات كافة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتي من شأنها أن تعيد العمل النقابي وتقيد حق المواطنين في التعبير عن رأيهم وحقهم في التجمع السلمي. إلا أني أتحرص على المصطلح التي قمت باستخدامه وهو مواجهة، ليس هناك مواجهة بين الهيئة المستقلة والتعامل على الأقل، ولكن هناك عمل يعني مشترك لخدمة المواطن. نعم. ولنا رؤية بأن عمل الأجهزة الأمنية يجب أن يكون ضمن النظام والقانون وضمن ما جاء في التشريعات الدولية التي انضمت إليها مؤخرا دولة فلسطين. وهذا الانضمام الذي كان مؤخرا
يلزم دولة فلسطين بعدم انتهاك تصرفات من قبل جهتها تخالف ما تم توقيعه أو الانضمام إليه في الاتفاقية. نعم، إلى أي مدى سيد علاء تقيمون مدى نجاعة وتأثير الهيئات المستقلة لحقوق الإنسان في أي قضايا تمس المواطن الفلسطيني على اختلاف طبيعة الأطراف المشاركة أو حتى الموجودة في هذه القضايا؟ الحقيقة الحديث عن نجاعة المؤسسات الوطنية بشكل عام وليس في فلسطين يعتمد على غالبا على الإرادة السياسية، يعني مدى قبول الدولة والحكومة بتدخل هذه المؤسسات أو بنصائح التي تقدمها هذه المؤسسات. نعم. وهذا الأمر يعني غير ثابت دائما وهو متغير حسب الوضع السياسي. يعني بقدر ما تكون البلد تحت وطأة الاحتلال والانقسام وجميع هذه الأمور بقدر ما يكون هناك خوف من قبل السلطة الوطنية عن الاهتمام بقضايا التي تطرحها مؤسسات حقوق الإنسان، وبقدر ما يكون المواطن أيضا والإعلام أيضا له دور كبير في تفعيل هذا في دور هذه المؤسسات الوطنية. فهذا الأمر كما تحدثت أنه غير ثابت ومتغير حسب الوضع السياسي، ولربما يعني الأجدر أن يكون أكثر فعالية في ظل يعني متغيرات وقضايا ومتطلبات يخوضها الشعب الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين بصورة مستجدة. مدير مكتب الهيئة المستقلة بحقوق الإنسان في الشمال الأستاذ علاء نزال، شكرا جزيلا لك.